تليفون كابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك. يا كابتن اسامه مساء الفل، بقول لك مبروك على المباراه وحظ اوفر فيما يتعلق بالصعود، انما ما يمكن ان يقال في ظل مباراتين لعبهم نادي الزمالك انه استطاع ان يدافع عن هيبته الافريقيه بشكل محترم، وحتى وان خرج هو خرج خروجا مشرفا، وحتى وان كنا نتحدث عن ان هناك تقصير ما فقد كان في المباريات السابقه على الاقل مباراه تونجت الاولى ومباراه المولوديه اللي كان بالامكان لو الزمالك كان حقق فيها مكسب كان زمانه دلوقتي متاهل وحاطط رجل على رجل، انما اداء النهارده بمكسب النهارده اداء محترم. متشكر ليك ابراهيم، وتحياتي ليك وتحياتي لكل طبعا مشاهديك الكرام. ربنا يخليك يا رب. حقيقه زي ما انت بتقول كده، يعني احنا مبدئيا كده بنعتذر لجماهيرنا وبنتاسف لهم ان احنا طبعا خرجنا، ولكن دايما العمل بيبقى بداياته مهمه جدا، وبدايات صحيح. العمل في البطوله الافريقيه كانت البدايه كانت صعبه زي ما انت ذكرت، لكن الحمد لله الحمد لله الماتشين اللي فاتوا المباراه المولوديه ومباراه النهارده وكان شيء متوقع جدا يعني ان احنا نخرج، لان الترجي والمولوديه والفرق اللي زي كده بتبقى بتتمنى خروج طبعا الفرق الكبير، انت بتتنافس عشان تخرج الفرق وتخرج الفرق الكبيره وتخرج الفرق اللي ليها تاريخ، تخرج الفرق اللي ليها اسم. كله بيبقى عنده نفس الحظوظ ونفس الفرص، لكن النهارده احنا عملنا اللي علينا، كنا مركزين النهارده في واجبنا الاول اللي احنا نعمله، وبعدين لو في خدمات بقى من الناحيه الثانيه تبقى في خدمات، لكن ما كانش متوقع الخدمات بشكل قوي. قلنا احنا نعمل اللي علينا الاول. وواضح جدا ان احنا لما عملنا اللي علينا ده يعني زي ما بيقولوا ارهق الناس او خوف الناس طبعا او تعب الناس طبعا، وبالتالي ظهرت النتيجه على عكس ما هو ده الزمالك يا كابتن اسامه، يعني هي دي فرقه الزمالك بالامكانيات بقى اللي ظهرت النهارده في ماتش تونجت بالماتش اللي فات، هي دي حقيقه فرقه نادي الزمالك. وبنقول لو حقيقة. عشان كده طبعا لما تبقى انت بتظهر بالشكل دوت بالشكل المزعج ده وبالشكل المقلق ده وبالشكل المخيف دوت، لا طبيعي جدا ان الناس كلها ما تحبش ان انت تكمل في البطوله زي كده، لكن الحمد لله بنحمد ربنا كسبنا مكاسب كتيره جدا النهارده، كسبنا الاحترام وكسبنا الاداء وكسبنا مجموعه لعيبه وكسبنا مروان حمدي ظهر بشكل كويس، كسبنا مروان النهارده كان كويس جدا جدا الحقيقه، يعني انت بتحاول بتشتغل على النواحي النفسيه والنواحي المعنويه وفي نفس الوقت النواحي الفنيه عشان انت حاسس ان اللعيبه دي تحط تحت ضغط، واللعيبه فيها في مجموعه محطوطه تحت ضغط بالرغم ان هي لسه ما خدتش الفرص الكافيه ليها، لكن المكاسب بنقول النتيجه الحمد لله وهارد لك للخروج ثاني وثالث ورابع. عايزين نستغل الحاله اللي احنا ظهرنا عليها ونتمسك بيها، لان دائما وابدا يحصل حاله احباط وحاله هبوط في المستوى بعد الخروج من اي بطوله كبيره زي كده. هو ده اللي احنا نحاول ان شاء الله نشتغل عليه، وهو ده اللي جماهيرنا باذن الله هتشتغل معانا عليه، ان هي رفع الحاله المعنويه للعيبه خلال المرحله اللي جايه، وده المهم وده المطلوب. احنا عارفين ان جماهيرنا على وعي كبير جدا جدا من الثقافه وعندها قدره ان هي تقدر ان شاء الله هي ترفع اللعيبه بشكل كويس. اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا كمان مشاكل، عندنا مشاكل بنمر بيها ان شاء الله هنشتغل على حلها، شغالين على حلها بقالنا فتره. هي دي كمان اللي احنا يعني مش عايزين نقول ان احنا نتيجتنا وادائنا وشكلنا، برضه احنا لازلنا بنمر ببعض المشاكل ان شاء الله هنحلها خلال المرحله اللي جايه. مشاكل من النوعيه الماديه يا كابتن اسامه؟ النوعيه الماديه شويه والنوعيه التنظيميه والنوعيه الالتزاميه والنوعيه الاداريه وحاجات كتير كلها داخله في بعضيها كده، هنحاول نحلها باذن الله خلال المرحله اللي جايه. يعني عاجبني ان انت بتكلم جمهور الزمالك، يعني بتقول لهم تعالوا يعني خليكم معانا احنا بنعالج وبنحل، وبتكلم الجمهور كده بدون حواجز. ما لازم كده، لان لو انت ما كنتش منطقي وموضوعي في طرح مشاكلك هتلاقي نفسك بتستخبى في حاجات كتير وبتبعد عن مواضيع مهمه كتير، وبعدين الناس الجمهور مش عايز يشوف غير شكلك النهارده وشكلك في البلديه، وبعدين شكلك زي كده في مباراه الدوري وشكلك زي كده في مباراه الكاس، هو خلاص مش هيتقبل منك غير ده. لكن انا بقول ان احنا عندنا بعض المشاكل حوالين دوت، ولما هنقلل مشاكلنا كل ما هنقلل مشاكلنا ونحل مشاكلنا كل ما الزمالك يظهر بشكله الطبيعي وشكله الحقيقي اللي احنا ظهرنا عليه خلال اللقاءين اللي فاتوا دول. ما بعرفش افصل الاداء الكويس ده كابتن اسامه انا اكلمك بصراحه الا اذا كان الفرقه انضبطت من ناحيه اوضه اللبس، واللي انا عمال اشوفه واللي بسمعه واللي انت حضرتك اتكلمت معايا فيه في المداخله الاخيره لفت انتباهي ولفت انتباه جماهير نادي الزمالك، لما قلت احنا لما تحصل حاجه احنا هنعلن عنها، لما يبقى فيه لعيب يتصرف تصرف مش سليم
احنا هنعلن عن العقوبه، لان هو هيبقى ده الطريقه بتاعتنا علشان نعيد الالتزام. وواضح انه الجانب ده لما بيرجع ويبقى كويس الجانب الفني بيجي معاه. مش هيخلص كل المواضيع دي، مش هتخلص في يوم وليله، كان في مواضيع كتيره جدا مفتوحه في كل الاتجاهات، كل المواضيع دي مش هتخلص في يوم ليله، يعني مش معناها ان انا لما لعبت لي مباراتين كويسين فانا حليت كل مشاكلي في الحته دي. كويس. لا، انا هيطرح عندي مشاكل تاني وهيطلع لي مشاكل تالت ورابع وخامس وسادس، عليا ان انا اتعامل معاها بموضوعيه ومنطقيه. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. وبعدين زي ما قلت لك، كل ما هتقلل مشاكلك كل ما نادي الزمالك هيظهر بشكله الحقيقي ده. فاحنا ان شاء الله بنحط نظام ونحط قواعد ونحط سيستم، لعيبه الحمد لله بتادي على اعلى مستوى، الحاله الالتزاميه بيشغلين عليها بشكل كويس جدا. احنا بدانا نركب مركب واحده، يعني احنا بدانا نركب مركب واحده. حلو التعبير هو كده. فاللعيبه لما بتحس ان انت راكب معاها في المركب وهم كمان راكبين معاك، كل الناس اللي موجوده بتقدف بنفس الريتم، ان شاء الله نشوف شغل كويس جدا. عندنا تاني وتالت ورابع شويه مشاكل، ان شاء الله بنشتغل على حلها خلال المرحله اللي جايه. ومش معنى ان احنا اشتغلنا مبارتين شكلهم كويس ننسى نفسينا ونرجع تاني لمشاكلنا ونرجع تاني نزود مشاكلنا، لا، ان شاء الله نقلل مشاكلنا ويظهر نادي الزمالك بشكله الحقيقي. كان انطباعك ايه اول لما عرفت ان المولوديه والترجي انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ولما رجعت وشفت شويه حاجات كده من المباراه كان ايه انطباعك؟ لا، متوقع، يعني ده شيء كان متوقع. والحقيقه ان الزمالك خصم كبير جدا وخصم عنيد جدا، كل الناس ما بتحبش ان هو يستمر، وده واضح طبيعي جدا بعد اخفاقنا كمان الثلاث لقاءات اللي هم خدنا منهم نقطتين، ثم اخفاقنا كمان امام الترجي في ملعبنا. كان وضع طبيعي جدا ان انت منافس قوي ولازم تبعد عن المنافسه، لكن انا كنت قاعد عندي حاله من الهدوء النفسي لان متوقع ان هو الامور تمشي بالشكل ده، لكن انا بقول لك ان ربما الاثنين في الدور الجاي يكونوا بره. يعني طيب اسال حضرتك، ربما الاثنين يكونوا في الدور اللي جاي بره، اسال حضرتك بقى فيما يتعلق بمباراه القمه، هل الكابتن اسامه نبيه بصفته المدرب العام لنادي الزمالك يرحب بحكام مصريين، ام هو يعني لديه تعقيب على فكره انه لابد ان يكون هناك طاقما تحكيميا اجنبيا؟ بص، يعني بغض النظر عن طاقم التحكيم المصري او طاقم التحكيم الاجنبي، لو قلنا يا لعبه هنلعب وهنشارك وهنشتغل، الزمالك اسم كبير جدا وعنده من الامكانيات اللي يشتغل عليها، لكن احنا في محطه قبل مباراه القمه لازم هنخوضها، مباراه الكاس، وده مهم جدا، ودي مباراه مهمه جدا 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 بعد خروجنا الافريقي. عايزين حاله الاحباط اللي هي بتاخدنا من خروجنا الافريقي، بالرغم ان احنا ادينا بشكل كويس جدا، جماهيرنا انا متاكد ان هي هتقف في ظهرنا بشكل قوي. هو ده اللي احنا المحطه اللي احنا باصين لها، اللي هي يوم الاربعاء اللي جاي امام حرس الحدود، اسم كبير واسم لديه بطولات ومسابقات في بطوله كاس مصر ولديه مفاجات. احنا نتمنى ان احنا نخلص بس مباراه يوم الاربعاء، وبعدين لكل يعني حديث صحيح زي ما بقول. صحيح كابتن اسامه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره تانية وثالثه بهنيك على الاداء المستمر للمباراه الثانيه بشكل مميز، وبقول لك معلش الخروج الافريقي القادم ان شاء الله باذن الله يكون افضل بالنسبه لنادي الزمالك.